بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله آخر جزء في السايد بار، وهو الخاص بالساب منيو اللي بيكون فيه سهم بتدوس عليه يظهر لك الساب منيو أو يخفيها على حسب حالتها. في العادي طبعا يا جماعة المفروض إن التريد لينكس دي تكون مختفية، لأن هي أصلا تعتبر ساب منيو مش دايما ظاهرة معاك. فأنا هقول له إن التريد لينكس دي ديسبلاي نون، وده شكل اللينكس بتاعتي. طيب عشان تعرف ان الفورم دي، هل الفورم دي فيها لينكات تحتها ولا لا، انت مش معقول هتقعد تنجم وتدوس. انت في العادي مثلا دوست كده فتحت لك صفحه الهوم بيج، الفورم المفروض لما ادوس عليها طبعا انا مش عارف هي تحتها لينكات ولا لا، فلازم يكون في سهم موجود هنا. السهم ده بتدوس عليه بيفتح لك السب منيو اللي تحتها. بعض الناس يا جماعه بيكون عنده الفورمز ده عنوان رئيسي بس مش لينك، لكن احنا في الفكره بتاعتنا هنا الفورمز دي هتكون فعلا صفحه، والفورمز دي تحتها صفحات، يعني هي مش هتكون مجرد عنوان بس، لا دي صفحة وتحتها صفحات. عشان بالمرة نتدرب ازاي نعمل دايناميك بريد كرامب، نكون فعلا دايناميك شايك هل الصفحة دي ليها تشايلد ولا لا، وبناء عليه يبني البريد كرامب بتاعك. طيب عندنا ايكون اسمها شيفرون رايت او مثلا ارو رايت، في ايكونز كتير في فونت اوسم بتعمل لك سهل. فانا هاجي هنا في ال اي اللي اسمها فورمز اللي هي دي، عندي A ويو ال تحته، المفروض ان انا جوه الA ده هروح حاطط الايكون بتاعتي واحط التكست. طيب ادي التكست اسمه فورمز، وتحت التكست هقول له i.fa.fa-chevron-right مثلا، دي الايكون بتاعتي اهي. ممكن نقول له، خلينا نقول له مثلا نجيب ايقونه خفيفه شويه كده، تعالوا نشوف موقع فونت اوسم. ادي موقع فونت اوسم، وخلينا نبحث كده عن ارو. هتلاقي عندك دلوقتي في اروز كتير جدا، او ممكن بس نجيب ارو خفيف وظريف كده زي مثلا انجل رايت، ده انجل رايت وانجل اب، ده ظريف وسهم خفيف جدا مفيهوش اي مشكله يعني. فهقول له هنا انجل رايت، مش عايزين اكتر من كده. ادي السهم بتاعي، سهم ظريف وخفيف وزي الفل مفيهوش اي مشكله خالص. وهقول له هنا توجل سب منيو، لازم اديله كلاس عشان اعتمد عليه عشان العمليه تبقى ظريفه ومفيهاش مشكله. التوجل سب منيو ده موجود فين؟ موجود في اللينكس اريا. فانا هاجي دلوقتي هنا في اللينكس اريا اهي. طبعا عشان تمشي بترتيب سليم بعد ال ايز بتاعتك كلها هتيجي هنا تقول له توجل سب منيو، هقول له فلوت رايت بالشكل ده اهو، تمام كده. طبعا هو محتاج تعديل بسيط كده ظريف قوي عشان يكون على نفس السطر، شايفين عامل ازاي؟ مش جاي في النص بالظبط. فانا هعلم هنا على الاي، دي الاي بتاعتي، اعلم عليه عشان تشوفه. ادي الاي اهي عشان تشوفه هو بالظبط فين، وهقول له بوزيشن ريليتيف بعدين توب مثلا 4 بكسل، وتقدر تقف على الاي كده بالماوس عشان تعرف هو في النص بالظبط ولا لا. في اكتر من طريقه طبعا لتوسيطه، بس انا بوريك الطرق يعني على حسب فكرتك. ادي الاي بتاعتنا، هو طبعا مش في النص خالص اهو، مثلا 4 بكسل كده تمام. وممكن لو حابب اكتر تخليه تحس ان هو نازل قدام الكلمه بالظبط، طبعا مش عايزين ان احنا نضيع وقت في الموضوع ده. ادي 6 بكسل مثلا، دي التنسيقات بتاعتنا. ادي التوجل سب منيو، وهنروح ناخد السيلكتور الظريف ده بالجي كويري، نيجي نكتب الكومنت بتاعنا اهو توجل سب منيو، ونشوف عايزين نعمل ايه. ده سيلكتور بتاعي، هقول له عند الكليك. هنمشي خطوه خطوه. اول حاجه محتاجين نعملها قبل ما نتعامل مع السب منيو، قبل ما نعمل ترافيرس في الدوم، نشوف محتاجين نعمل ايه. اول حاجه محتاج اعملها، محتاج ان انا اتوجل كلاس معين في اللي هو التوجل سب منيو ده عشان الايكون تتغير من اليمين للداون لتحت. انا عندي كلاس اسمه انجل رايت، في كلاس اسمه انجل داون، فانا عايز اتوجل بينهم. لو هو داون يشيل الداون ويحط الرايت، لو هو رايت يشيل الرايت ويحط الداون. فاول ما ادوس كليك هقول له this dot toggle class، واحط الكلاسين بتوعي انجل رايت وانجل داون. بس كده كده ايه اللي هيتم لما تيجي تدوس عليه؟ خلينا نشوف دلوقتي، ادي الكونسول، اتاكد بس ان الكود تمام ووصل عنده. طيب خلينا نعمل كده زي ايه، توجل سب منيو كونسول دوت لوج، نشوفه بيطبع حاجه في الكونسول ولا هو مش حاسس بيه. اه تمام، ممتاز جدا. طيب هنا انا انجل، تعال نشوف الاسم الكلاسس هو اللي ممكن فيه مشكله.
مظبوط، احنا سيبنا للأسف الفونت اوسم FA داش وهنا FA داش. بعدين ندوس زي ما انتم شايفين اهو، تمام، هو ده المطلوب اثباته، مش عايزين اكتر من كده. وعند الكلاس الظريف بتاعنا ده هقول له ترانزيشن علشان يتعمل له سموث كده. طبعا احنا محتاجين يا جماعه نحط الترانزيشن ده على الكلاسين بتوعنا عشان يتعمل بشكل ناعم، بس مفيش مشكله في دي دلوقتي، احنا اهم حاجه بس نعمل الفكره بتاعتنا. طيب اول حاجه ده الوضع الطبيعي بتاعه، المفروض تدوس عليه كده يطلع لك السب منيو. طيب ايه اللي بيتم دلوقتي عشان يعمل كده؟ واحده واحده تعالوا نشوف. المفروض ان هو لما بتدوس عليه بيروح للعنصر الاب اللي هو الاي الاب وبعدين اليو ال اللي جنبه على طول. فاجي انا اقول له هنا في الكود بتاعنا هقول له this هو الحاجة دوت بيرنت، وخلينا احدد له اللي هو ايه عشان يتأكد ان هو مش سليم. بعدين دوت نيكست العنصر اللي بعده اللي هو اسمه ايه child links، هقول له دوت سلايد توجل. ليه سلايد توجل؟ عشان هو لو مخفي يظهره ولو ظاهر يخفيه كده، تمام اهو زي ما انتم شايفين مفيش اي مشكله خالص والحمد لله كل اللي احنا عايزينه تم. المفروض طبعا نفس ده بالظبط هيكون عند كل الصفحات اللي فيها سب منيو، يعني نفس الاخ ده بالظبط كده هيكون موجود في المسك دي هنا، ادي المسك وادي الايكون اللي بعدها علشان يبقى كل واحد ملوش علاقه بالتاني بالشكل ده. طيب هنا يا جماعه لو تلاحظوا ان انت لو دوست على الفورمز دي مش هيحصل حاجه، لازم تدوس هنا بالظبط عشان يعمل الكلام ده. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تضايق ناس كتير، فلو انت حابب ان الموضوع ما يبقاش ليه علاقه بالايكون وتبقى الايكون بس مجرد شكل، تخلي التوجل منيو ده على الاي نفسها بالشكل ده، يعني ممكن الاي نفسها تكون هي التوجلر ده مفيش اي مشكله خالص ونشيلها من هنا. بس هنا في مشكله هتحصل، يعني منطقيه، مشكله منطقيه. خلينا عفوا التنسيقات طبعا اللي احنا عاملينها الفلوت رايت دي مش هنخليها على التوجل سب منيو، هنخليها على الاي اللي جوه الاي اللي جوه الاي. فانا هنا اللينكس الرئيسيه بتاعتي الاي هنخلي فيه جواها اي، او ممكن تسميها باسم الايكون بتاعتك اللي انت عاملها هنا. الايكون اسمها ايه مثلا على سبيل المثال؟ اسمها انجل رايت اللي هي دي، ندي لها التنسيقات الظريفه دي بالشكل ده زي كده، خلاص كل حاجه ترجع زي ما كانت. وهنا لما تدوس على التوجل سب منيو المفروض هنغير البنيه دلوقتي. اول حاجه احنا مش محتاجين التوجلر ده، التوجل سب منيو هي الاي نفسها، فهقول له دوت نيكست على طول مفيش البيرنت، هقول له الدوت نيكست على طول العنصر اللي بعدك على طول اعمل له سلايد توجل. تعال نشوف اهو، تمام كده فاضل لنا مين؟ فاضل لنا اللينك بتاعتنا اللي هي الانجل رايت اللي جوه دي. طيب هاجي اقول له هنا بقى this dot find، هخليه find ال A بتاعتي الظريفة دي اهي، ده الكلاس بتاعي. هيعمل فيه ايه بقى؟ هقول له dot toggle class down، هخليه يحط عليه كلاس اسمه down بس. كل اللي انا هعمله انه هو لما ادوس عليه ال I دي هيحط فيها كلاس اسمه down، وانا هقول لك هعمل ايه بالداون ده دلوقتي. اهو ادي كلاس اسمه داون، داون ده هعمل بيه ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف. ادي الانجل رايت هقول له عند وجود كلاس اسمه داون هقول له ترانسفورم روتيت 90 ديجري، هخليه يلف العنصر 90 درجة عشان ينزل لتحت، شايفين؟ اهو بس كده عملنا الفكرة والحمد لله ببساطة شديدة من غير أي مشكلة وظبطنا التظبيط. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، أشوفكم إن شاء الله مع درس جديد، وما تنسوش ترفعوا الحاجات على الجيت هاب، هرفعها دلوقتي حالا قبل ما اقفل الدرس. هنيجي هنا نقول له جيت اد نجمه جيت كومنت داش ام، هنقول له ليسون 12 و 13 و 14 كلهم ورا بعض، تمام. بعدين هقول له جيت بوش اوريجين ماستر عشان نرفع التعديلات بتاعتنا كلها الثلاث دروس مع بعض، وادي الباسورد كله تمام. تعال نشوف الريبو بتاعتنا، ادي الريبو بتاعتنا عندنا 4 كومنتس هيبقوا 5 دلوقتي، تمام ادي الخمسة وادي 12 13 14 اللي هو اكبر كومنت عندنا تقريبا في
الثلاث دروس مع بعض. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، للمرة التانية أشوفكم إن شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.